العلاقة بين قطر والنظام الإيراني لم تعد بحاجة إلى ما يوثقها بعد تحرك الدوحة الأخير وإعلانها التطبيع الكامل مع طهران بعد أشهر عدة على سحب سفيرها منها. وعبر التاريخ فشلت طهران أكثر من مرة في إيجاد منفذ لاختراق أمن دول الخليج، ولكنها ستجد ضالتها اليوم، أو هكذا تظن، عبر نظام الحمدين في قطر، ومن ثم ستسعى جاهدة لاستخدام علاقاتها الوطيدة مع الدوحة لتمرير أجندتها العدائية ضد دول المنطقة، في حين تسعى الدوحة لإيجاد غطاء يمكنها من الاستمرار في دعم الجماعات والحركات المتطرفة في المنطقة والعالم. لا شك أن الدوحة تدرك جيدا طبيعة النظام الإيراني وطموحاته التوسعية، لكن تجاهلها تلك الحقيقة يضعها مع النظام الإيراني في خانة واحدة، وهي خانة المصلحة المشتركة من أجل التعاون الأمني والسياسي الإقليمي على حساب أمن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وغيرها من دول العالم. وخطوة الدوحة الأخيرة في إعادة سفيرها إلى طهران أعطت دليلاً ساطعاً لأصحاب المواقف المترددة في الحكم على علاقة الدوحة بالقوى التي تثير الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، إذ ليس خافياً على أي متابع اليوم مدى تورط إيران في نشر الفوضى والاضطرابات في العديد من بلدان العالم، سواء بتمويل وتجنيد وتدريب العصابات الإجرامية أو استخدام أذرعها المسلحة مثل حزب الله وعصائب الحق والفاطميين وغيرهم من الحركات والأذرع الأخرى لضرب استقرار الدول. صحيفة البيان وتحت عنوان قطر على طريق الخطأ كتبت في افتتاحيتها اليوم: على ما يبدو أن قطر لا تنوي التراجع والعودة، ومستمرة في عنادها وعدائها لأشقائها العرب والتآمر عليهم ودعم أعدائهم، وها هي في ظل كل ما يوجه إليها من اتهامات تصر على استفزاز الجميع وتقدم على أفعال تؤكد كل ما يقال عنها ولا تعطيها أي فرصة للدفاع عن نفسها، وما سعيها للتطبيع مع إيران وإعادة سفيرها إلى طهران سوى تخبط وطيش ومراهقة سياسية لا معنى لها، ذلك لأنها تختار الطريق الخطأ في التوقيت الخطأ، وكأنها تعلن إصرارها على مواصلة سياسات التخريب والتآمر ودعم الإرهاب، كما أنها أيضا لا تستحي، ولو كان هناك حياء لما أعلنت عن هذه الخطوة العدائية في هذا التوقيت الحرج. قيادة قطر التي طالما تبنت مواقف معادية لدول الجوار من خلال قيامها بالعديد من الخطوات التي تمس مصالح تلك الدول، لم تكن يوما هدفا للانتقاد أو الشجب أو الإدانة إلا بعدما ثبت تورطها في دعم الإرهاب، وذلك مراعاة لعوامل الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية الممتدة بين الشعوب الخليجية والشعب القطري المغلوب على أمره.